أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة التعليمية. النهاردة هنقدم فيديو تالت في سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية بسهولة. الفيديو ده مهم جدا لو أنت عايز تتعلم إنجليزي، تمسك ورقة وقلم وتكتب كل كلمة إحنا هنكتبها وتحفظها عشان تكون جمل وتعرف تكتب جمل باللغة الإنجليزية. نبدأ الدرس النهاردة اللي هو pronouns الضمائر. أول حاجة السبجكت بروناونز ضمائر الفاعل، ركز معايا كده عشان تحفظهم. انا يعني اي، هو يعني هي، هي يعني شي، هو او هي الغير العاقل ات قلم كتاب، وي يعني نحن، ذي يعني هم، يو يعني انت، ويو يعني انتم. طب ازاي اعرفهم في المفعول؟ بص معايا كده اللي هما الاوبجكت بروناونز ضمائر المفعول. I في المفعول بتبقى مين، هي بتبقى هم، شي بتبقى هير، ات ات، وي اس، ذي ذم، يو 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 يو. طب تعالى ناخد امثله على ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. استخدم ازاي ضمائر الفاعل اللي هي subject pronouns؟ ضمائر الفاعل بتيجي في اول الجمله قبل الفعل، يبقى بتيجي فين؟ في اول الجمله. مثال مثلا علي is a good boy، علي ده اسم وجه فاعل، هشيله واحط مكانه ضمير فاعل، يبقى عوض عن علي بكلمه ايه؟ هي، يبقى هي هنا ضمير فاعل وجه في اول الجمله. المثال الثاني we are friends، نحن نكون اصدقاء، we هنا ضمير بمعنى نحن اللي هو ضمير فاعل وجه في اول الجمله. الاوبجكت بروناونز ضمائر المفعول بتيجي في نص الجملة بعد الفعل، بعد الفعل. مثلا my friend صديقي gave me a pen، صاحبي اداني قلم، اداني انا، يبقى انا في المفعول اسمها me وجت بعد الفعل gave. مثال التاني I love her، انا بحبها هي، هي في المفعول اسمها her. طب لو هي بتحبني انا يبقى she loves me، يبقى أنا في المفعول اسمها مي. نخش على الضمائر اللي بعديها اللي هي اسمها possessive adjectives صفات الملكية. أنا عايز أقول الحاجة دي ملكي، ملكه، ملكنا، ملكهم. نمشي واحدة واحدة، بجيب أول حاجة صفة الملكية وبعد كده اسم الشيء، هنوضحها في اللي بعديها. ملك يعني my، ملكه يعني his، ملكها her، ملكه أو ملكها الغير العاقل its، ملكنا our، ملكهم their، ملكك your، ملككم your. في حاجة تانية اسمها الـ possessive pronouns ضمائر الملكية، ودي بجيب اسم الشيء الأول بعد كده ضمير الملكية ونوضحها بعدين. عايز أقول ملكي بس بطريقة تانية، يبقى mine، ملكه his، ملكها hers، ملكه أو ملكها الغير عاقل its، ملكنا ours، ملكهم theirs، ملكك أو ملكك yours، ملككم برضو yours. طيب صفات الملكية اللي هي الـ possessive adjectives زي ما قلت لك بتيجي قبل اسم الشيء اللي بتمتلكه. يعني عايز أقول مثلا I play football with my friends، أنا لعبت كورة مع أصحابي، أصحابي أنا بمتلكهم يبقى my. عايز أقول العربية دي بتاعته يبقى this is his car. طب العربية دي بتاعتها يبقى this is her car، ملكها هي. طيب possessive pronouns ضمائر الملكية زي ما قلنا بتعبر عن الملكية وما بيجيش بعدها اسم، بتيجي في آخر الجملة غالبا. زي مثلا أقول لك إيه This car is mine، هذه السيارة ملكي. This mobile is his، الموبايل ده بتاعه هو، ملكه هو. That book is hers، الكتاب ده بتاعها هي. طب نوضح أكتر، عيدك الشمال صفة الملكية وبعد كده اسم الشيء. زي مثلا أقول لك إيه This is my car، دي عربيتي أنا. طب عايز أقولها بضمير الملكية أقول إيه This car is mine، يبقى في الجملة الأولى my جت قبل العربية، في الجملة اللي قصادها
العربية جت الأول وبعد كده ضمير الملكية. طب المثال التاني، these are our books، الكتب دي بتاعتنا إحنا. طب عايز أقولها بضمير ملكية، يبقى these books are ours، يبقى صفة ملكية بتيجي قبل الاسم، ضمير الملكية بيجي في آخر الجملة والاسم يجي الأول. في ضمائر تانية اسمها ضمائر الإشارة demonstrative pronouns، دي لازم تحفظها عشان تعمل عليها جمل وتسهل لك الدنيا. يعني مثلا كلمة this بمعنى هذا أو هذه للمفرد القريب. يعني مثلا في كتاب جنبك على الترابيزة فعايز أقول ده كتاب، فأقول إيه this is a book. ده راجل واقف جنبي فأقول إيه this is a man. طب افرض الكتاب ده بعيد عني بشاور عليه، أو الراجل ده بشاور عليه فأقول عليه كلمة that، يبقى ذات ذلك أو تلك مفرد البعيد سواء عاقل أو غير عاقل. بشاور على الكتاب اللي بعيد فأقول إيه ذات إز أ بوك. طب الراجل ده بعيد بشاور عليه ذات إز أ مان، هذا يكون أو ذلك يكون رجل. مثلا أنا واقف على شجرة ساند على شجرة، يبقى الشجرة قريبة يبقى أقول إيه ذيس إز أ تري. طب الشجرة بعيدة عني وبشاور عليها يبقى ذات إز أ تري. تعال نجمعهم، ذيس يبقى هؤلاء للجمع القريب سواء عاقل أو غير عاقل. These are books، كتب اللي على الترابيزة دي قريبة مني يبقى دي كتب. These are men، دول رجالة اللي هناك دول. طب لو بعاد عني يبقوا عليهم those، أولئك جمع بعيد سواء عاقل أو غير عاقل. Those are books، those are men، أولئك رجال أولئك كتب. طب نقولهم تاني، this that these those، this that these those، مفرد قريب مفرد بعيد، جمع قريب جمع بعيد، these that these those، this that these those. ننتقل على الضمائر اللي بعديها، reflexive pronouns، الضمائر المنعكسة. الضمائر المنعكسة دي يعني أنا مثلا عايز أقول الحاجة دي عملتها بنفسي، بنفسه، بنفسها، بأنفسنا، يبقى الحاجة عايدة عليا أنا أو على الشخص اللي بيعمل الحاجة. فبنفسي معناها إيه؟ myself، بنفسه himself، بنفسها herself، بنفسه أو بنفسها الغير العاقل itself، بأنفسنا ourselves، بأنفسهم themselves، بنفسك أو بنفسك yourself، بأنفسكم yourselves. طب الضمائر المنعكسة أنا هستخدمهم إزاي اللي هما reflexive pronouns؟ لو الفاعل هو نفسه المفعول، يعني أنا اللي بعمل الحاجة بنفسي أو هو اللي بيعملها بنفسه، عشان أأكد إن الفاعل هو اللي قام بالحاجة بنفسها، وبتيجي مع بعض التعبيرات. طب أمثلة، ميراي cooked the food by herself، ميراي بنت طبخت الأكل، يبقى طبخته بإيه؟ بنفسها، بنفسها اسمها إيه؟ herself. المثال التاني، I do the homework myself، أنا عملت الواجب بنفسي، أنا بنفسي اسمها إيه؟ myself. طب أنا عايز أقول ساعد نفسك بنفسك، help yourself، البيت بيتك، استمتع بالمكان اللي أنت فيه، enjoy yourself، يبقى ساعد نفسك، help yourself، enjoy yourself، استمتع بإيه؟ بنفسك، البيت بيتك. طب مثلا عايز أقول بأنفسنا ourselves، يبقى حط I وحد تاني، I عند علي يبقى كده بأنفسنا، أحمد عند منى يبقى دول themselves بأنفسهم. لو حاجة غير عاقل مثلا زي the cat يبقى itself. طب لو قطط the cats يبقى themselves، لأن كلمة they هم بتعبر عن العاقل وغير العاقل. شكرا على المتابعة، عشان يوصلك كل جديد اشترك في القناة وما تنساش تفعل الجرس عشان تجيلك باقي الفيديوهات بتاع سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية.